السلام عليكم. بصفتي عميد عجبة الضايعين يسعدني أن أفتتح جلسة الحوار المفتوح مع الأخ الجديد عبيد. تحية لعبيد. يا هلا والله ومسهلا. يلا حي الشباب. وجمعان عاد شف انت وياه، هذا عبيد ما في غيره. كريم ولد كريم. وأنا صبر. وزيبان مرحبا ألف مرحبا ألف يا عبيد، عداد ما سرت من عندك لهني. جمعان وزيبان جاهدوا أسئلتكم. وأنا طايح من عينكم يعني؟ اللي سمع اسمه يسأل بس. فاهم يا نوي. طبعا يا شباب نبدأ الجلسة. لا لا يا ذيبان، لا لا، التزم بموقعك يا عسكري وراقب الوضع لين اعطيك التعليمات. قال بداها من الموقع الصبيح. الصبيح هذا ما هو الثور صغير. اقول خليني اقبض عليهم وهم متلبسين زي ما يسوي فاروق الفيشاوي في الافلام البوليسيه. فرقه وجبهتك نصفين يا ذيبان. تبغى تودينا في داهيه يا ذيبان؟ ركز معي ركز، احنا ما عندنا تصريح امني بالمداهمه، علشان كذا لازم تلزم موقعك وعطني التقارير اول باول. جمعان جمعان، في اثنين الحين قدامي طلعوا، واحد معه نفس الظرف والثاني طلع بدون ظرف. والثالث اللي دخل معهم فين افلح؟ ما طلع يا جمعان، خلوه الحاله داخل وهم طلعوا. ذيبان، أنا والله يا ذيبان حاس إن الفلة هذه فيها علوم خسس. والله ما أدري يا جمعان، أنا بالأول قلت يمكن حمزة محتجز عبيد في ذيك الفلة، بس عقب ما شفت الناس اليوم طالعة وداخلة على هالفلة حسيت إن فيها علوم ما هي بطيبة هبد. صدقت صدقت يا ذيبان، والله إنك صادق. أفا يا حمزة، أفا يا الخسيس، آخرتها تطلع علومك علوم خسس؟ وهني ما توقعتها من حرام. أوه، إيش هذا؟ مو معقولة، أخيرا شفناك يا جمعان وجيبان قاعدين مع بعض في الشقة. يا لؤي لؤي تعال يا لؤي، خلينا نحتفل بهذه المناسبة وجيب البلايستيشن حقك. هلا 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 والله هلا هلا بحمزة. متى جيت؟ لا لؤي الله يقلعك يا لؤي، وينك لك ساعة انتظرك عشان تشغل البلية ستيشن حقتك دي. ياه ايش بك يا واد انت على هواك؟ ايش اشوفكم قمطوا اول ما شفتوني كأنه داخل عليكم جني بلف شكلك انت. هو اسمعني زين يا ذيبان وخذ العلم مني، الفلة هذه فيها مسخرة وقلة أدب، وقسم أن المسألة ما ينسكت عليها. أبك أنت شفت يا جمعان اللي أنا شفته؟ إيوة إيوة، وقسم شفت، الباب مفتوح 24 ساعة ورجال داخلين ورجال طالعين. وإيش الكلام هذا؟ وأنا اللي قاهرني أكثر أن هذه الظروف اللي في أيديهم هي اللي فيها العلوم. يا ولد أنت وش الدبلة يا ولد؟ إذا متى إحنا بنقعد ساكتين على ذا المسخرة؟ ما بنسكت يا ذيبان، خلاص انتظر بس اشوف حمزة يدخل الفلة، وقسم قسم لا اداهمهم هو واصحابه ذولي. ول 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 يا جمعان، ابك يا ولد انت ظلت تتهور، ترى حمزة خوينا مهما كان. خوي ابليس ما هو خوي نحن، والله لو انه خويا غرمان. تعرف خويا غرمان؟ ما تعرفه. خويا غرمان خويا من امي وابويا، اني لا اداهمه واسجنه قبلهم كلهم. الأمن فوق الجميع يا ذيبان. كفو خشمك. كفو والله يا الدين. اسمع يا جمعان، أنت رجال طالع من ظهر الرجال، وهذا خبري فيك والله. ما عليك زودي يا ذيبان. المهم المهم اسمعني وخلك من الهياط الزايد، إذا جاء وقت المداهمة كلمني خويك، ترى أخوك ذيبان خوي خوية، ولا دندن طبلة الحرب دندنا، ولا دندن طبلة الحرب دندنا دندنا. العزبة، تمثيل ياسر الشمراني، درعان الدرعان، عليان العمري، فيصل الشهراني، أحمد إبراهيم، تأليف سعيد الأحمد، إخراج أيمن رزق.